غابوا الملاح شابر بابام ورواح الليلة ما يغيبوش الملاح ديما كاينين ديما راهم معنا ديما راهم يسمعوا فينا ديما اخت خديجة بلي ميساج نتاعها سا كي دون شو كور ميرسي بوكو وكامل كامل حبابنا وصحابنا اللي شاك فوا يبعثوا الرسائل تاعهم ميرسي ميرسي ميل فوا ميرسي ميل فوا الوغ pour cette deuxième vidéo تاع اليوم bien sûr الاربعاء 22 نوفمبر 2023 الساعه راهي تقريبا ديجا 21h30 هي 21h30 مرحبا بكم pour cette seconde vidéo alors قبيلت كلموني بعض الناس وقالوا لي يا ولدي لازم تكلمنا على هاد الناس هذو اللي يروحوا على حسابهم هما يحجوا يروحوا للعربية السعودية يمدوا ملايير ملايير نتاع الدراهم في السعودية ويقول لك رانا رايحين نغسلوا أعظامنا نغسلوا أعظامنا على حسابهم هم أنا تكلمت على هذا الموضوع هذا وما كاش مشكل تلبية لطلب بعض الناس اللي كتبوا لي وراح نزيد نتكلم دوك أنا أقول لكم الحق لو كان جات هذا الشيء اللي راحوا يديروا فيه باكزامبل كيما يقولوا هما يدوروا على الكعبه هذه وما على باليش انا ويهزوا الحجر يضربوا الحيط هذا كيقول لك راهو شيطان على حسابهم هما جاوا يعني بدون تكلفه يعني تروح وترجع نورمال تسلك البواياج تاعك برك وترجع كيما قال واحد والله ما فيها بس مي ابن عمي ما نعرف قداش يستقبل كل واحد كما يقول الانسان وتزيد المشكل الكبير هو ان تروح تمد دراهمك كيف اسمه ليزيتازوني دامريك وتمدهم لاسرائيل وتمدهم لفرنسا وتمدهم للانجليز وتمدهم للغرب تمدهم للغرب ما تمدلهمش ديريكتومون بصح تعطيهم العربية السعودية والعربية السعودية تفرقهم لو كان موان جات العربية السعودية هذه يديروا حاجة مليحة كيجيبوا لهم الناس دراهم يفرقوهم على الناس المحتاجين على الإسلام على العرب المحتاجين على المسلمين المحتاجين مي يا ابن عمي نعطيكم الدراهم وتروح تعطيهم الستازيني دامريك وتعطيهم لفرنسا وتعطيهم كيما قال واحد وتشري بهم للجوار بالملايير بالملايير كما يقول واحد وما يكذبوا عليكم الناس اللي يقول لكم راهم يشريوا في صواد البترول ولا من روحوا تشوفوا لي روسات نتاعهم روحوا تشوفوا لي روسات نتاع البترول وروحوا شوفوا الصواد اللي يجيوهم من عند الحجاج هذو وين يجيو والله غدوه لو كان يحبسوا عليهم الحجاج هذو ما عادش يروحوا لهم انا نقول لكم والله هي السعوديه غدرا يطلبوا المعروف والله نضال ويطلبوا المعروف باسكو امبوسيبل ينجموا يعيشوا بهذا الشيء اللي يديروا فيه درك بغير بصوره البترول ما كاينش منها خلاص خلاص دونك انا نقول لخوتي الجزائريين يا جزائريين فيقوا شويه فيقوا شويه الحج او هنا لو بيليريناج ايتي سي الحج موجود في الجزائر
موجود في وهران، موجود في قسنطينة، موجود في عنابة، موجود في خنشلة، موجود في تبسة، في ملبواغي، موجود بارتو في 58 ولاية. الحج موجود في 58 ولاية. وانا نقول لكم الشيء اللي ديروه لهنا والله غير نقول لكم بالك ربي سبحانه عز وجل يعني يكافيكم وخير من تروحوا في الطيارات ضربوا دورات تمدوا دراهمكم لأهل سعود وهم يروحوا يفرقوه منه ومنه وخلاص. انا شفت خطره اهل سعود واش داروا، بعثوا طياره كومبلي، طياره كومبلي وين؟ لا صومالي. واش فيها الطياره هذه؟ اسكو فيها الخبز ولا فيها دقيق ولا فيها الزيت ولا فيها الدراهم ولا فيها على باليش انا مواد غذائيه ولا مواد طبيه؟ شوفوا برك كيفاش يعني، شوفوا معايا الناس، شوفوا برك كيفاه يديروا. شوفوا هو كي يجيهم الخطريفات، كي جاهم الرئيس تاع الرئيس الاخر اللي جاهم ادى شك قدك قدك الشك اللي داه هو الرئيس الامريكي، موش هذا موش بايدن اللي قبله، هذاك جا ادى شك قدك ومشى، جا معاه مرته وهزوا الشك وراح. عندك لا صومالي ولا البلدان الإسلامية، واش يبعثوا لهم؟ يبعثوا لهم طائرات معمرة نسخ، معمرة نسخ نتاع قرآن. شغل كي توصل لا صومالي يهزوا ذوك النسخ هذوك ويبداو يداووا بهم في رواحهم ويبداو ياكلوا فيهم ويبداو ينحيوا الشر اللي راهو قادلهم. شفتوا كيفاه هي الناس ما شفتوش؟ كيفاه يا جزائريين؟ يعطيكم قلبكم، تروحوا تديوا الملايير العربية السعودية وتخلي خوك بحذاك ثم جيعان، وتخلي خوك بحذاك ثم عريان، وتخلي خوك ثم محتاج دواء، محتاج دواء. الناس اليوم راهي تطلب، ولات الناس اليوم تطلب، مش تطلب أحباب ربي، ولاو يطلبوا حتى في لي ريزو سوسيو. في لي ريزو سوسيو بداو الناس مساكن ضاعوا، وتقولوا باللي ربي كتب المشركه، انتوما تقولوها ولا معاك يسموها هذه تعيطوا لها انتوما الكافره، كتب لها الجنه. علاش؟ باسكو سقات حيوان ما نعرف كلب ولا قط، كان راح يموت بالعطش، ودخلت هي بصباطها جبت الماء بالصباط وعطاته يشرب ومنعته من الموت، وربي كتب لها الجنه. شفتوا كيفاه؟ وانتم كي تحكموا باكزومبل واحد مسكين يشف ولا عائله تشف وتصدقوا عليهم الدراهم هذوك تحلوا عليهم بيبان، ولا كان الناس اليوم يتطايش في الزقاق، اليوم الناس تطايش في الزقاق، يكريو مساكن شهر شهر واحد مليون وطلع، مش يكريو مليون فيلا ولا اون شامبر، اون شامبر مليون واش، ولي تواليت كوليكتيف مع الناس كامل. يعني تواليت حاشاكم بيت الراحة ما يكش وحدك، كاري بيكزامبل عندهم خمسة ديار كارينها خمسة الناس، وتواليت دير لاشين. كي تروح انت وتروح للعائلة كيما هكذا مساكن وتحن عليهم بيكزامبل الصوارد هذوك اللي راح تقول هذو نحج بيهم، هاني يا رب العالمين هاني حجيت بيهم، وتعطيهم لهذوك الناس هذوك يروحوا تكري لهم انت يا عام ولا عامين يدرقوا على البرد ويدرقوا على القويل في كانش بلاصه بالدرهم هذوك، ويزيد ياكلوا منهم ويشربوا منهم. يعني اما خير هكذا ولا تروح تضرب الحيط بالحجر وتقول ربي قال؟ الله ربي عمره ما قال شيء، هما اللي داروه هذو داروه يونيكومون دو كوميرس تو كور باش يدخلوا به الصوارد. هذا ما كان قلت شي متمسخر نتايا حمو، هذيك عاد يضحكوا علينا الناس
تهز انت بكري كانوا داروا حيط صغير، نقولوا بلي ملي كان الرسول اي يا سيدي معليش الناس طيش عليه الحجرات ويجيو داروا لهم كاتيتاج كاتيتاج حيط نتاع كاتيتاج، ورايحين الناس يهزوا في الحجر ويضربوا في الحيط بالحجر ويقول لك حنا نرجموا في الشيطان. يعني سي نيمبورت كوا نيمبورت كوا سي نيمبورت كوا. وعلى هذاك الغربيين يضحكوا علينا ويقولوا لنا انتم المسلمين راكم حاشاكم الدواب، راكم الدواب. شكون اليوم يمن الحمال ديكم باللي حيط بناوه لي زاميريكان سميناه كيف اسمو سميناه لو ديابل، سميناه لو ديابل بالعربية الشيطان، شيطان يضربو في الحيط ويقولك نضرب في الشيطان. دونك انا نقولكم يا جزائريين افتحوا شوي المخ نتاعكم، حتى ولو حتى ولو ما تمدوش لظهركم، عيشوا بهم عيشوا بهم، اعطيهم شوفوا ولادكم نخلي يروحوا يحوسوا بهم، يروحوا ياكلوا بهم، يشربيهم، يشريوهم لبسه، يشريوهم كذا، مي ما تعطيوهمش للعربي سعوديت يديوهم يفرقوهم للناس اللي ماهمش محتاجين، ويفرقوهم للزوروبيان يديوهم يتمتعوا بهم، وزيدوا الشيء اللي يبقى يديو هذوك نتاع الامراء هذوك يروحوا يكريو بهم دي 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 مش يكريو كما قلت انتم دي فيلا برك، ولا يكريو دي زيل وحدهم واحد يجيهم، يكريو دي زيل ما يجيهم حتى واحد وحدهم، يجيبوا الماكله نتاعهم والشراب نتاعهم ويجيبوا النساء تشطح ويجيبوا منا وحدهم، ما يدخل معاهم حتى واحد، باش 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 هذوك كل بصوارتكم انتم، بصوارتكم انتم. لو كان تحل الباب على كانش واحد برك، واحد مسكين محتاج باش يروح يدير اوبيراسيون شيروجيكال، وتجي انت وتقول له انا هذا الاوبيراسيون نديرها لك انا بدراهمي، صدقه على بابا ولا صدقه على يما ولا في بلاصه الحج هذا، باسكو الحج هذا ما بقاش اللي يروحوا يمدوا دراهمهم للسعوديه والسعوديه تروح تمدوا الامريكان وتمدوا الاسرائيل وتمدوا الغرب يتمتع بهم. افتحوا شويه وش يقولوا مخكم يا الناس، افتحوا شويه مخكم، ما تسمعوش الناس دوك اللي يقول لك اسمع وهذا ركن من اركان الاسلام وهذا وهذا وهذا، هذا كله بلا بلا بلا، ما كاين والو، سي دو بلا 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 توكور توكور، هذا باش نقول لكم سي دو بلا 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 بالعاني باش يدخلوا الدراهم توكور، هذا ما كان سي دو كوميرس سي ان فون دو كوميرس باش الناس تجيب لهم الدراهم ليهم هما، هذا ما كان سيتو الوغ كو هما في العربيه السعوديه تروحوا دوكا في الرياض تلقاو لي كاباري، تلقاو لي دونسينغ، تلقاو الناس تشطح، الناس تسكر، الناس من هنا، وتجي تقول لي انايا هذه بيت ربي، ماهيش بيت ربي خلاص، ماهيش بيت ربي سامحولي، ماهيش بيت ربي خلاص خلاص، باش نتفاهمو. دونك انا نقولكم يا جزائريين، واحد يقولك انا نروح نموت في مكة، نموت تما، نموت تما خير، يا ولدي موت ما بين يدين ولادك، موت عند فاميلتك، موت في بلادك، موت في دارك، مي مريض انت يا تروح تموت ليه؟ أنا خطرة والله غير كاين واحد السيدة هضرت معاها، قلت لها شفتي كيفاش لاكرول هي كانت ينقرل، طاحت في مسجد في العربية السعودية، ينقرل، طاحت في مسجد قتلت من عارف قداش، قلت لها انا شفتي كيفاه، قالت لي هي شفت والله، انا نستنى فيها تقول لي مساكن ولا تقول لي والله غير كارثه ولا، على كل كون الشيء اللي كان نقول لكم ما تصدقوش والله ما تصدقوا، قالت لي تمنيت نكون في وسطهم، او كيفاش تمنيت تكوني في وسطهم؟ قالت لي تمنيت نموت تما معاهم في هذاك اللي طحت عليهم لاكولي، او ربي اللي كتب لهم باش يدخلهم للجنه، او ربي يطيح قروع على الناس باش باش يدخلهم للجنه، هذه راه عند ربي، هذه مليحه هذه. قلت لها شوفي سي با ترو طار، قالت لي كيفاه سي با ترو طار؟ قلت لها مادام كي تموتي في ثم تروحي للجنه، قلت لها سهله، قلت لها او تروحي ثم دوز ان اوتيل،
وكان عندهم كاتريام ايطاج سانكيام ايطاج وعندهم حتى ديزيام ايطاج، صوتي من ديزيام ايطاج تموتي وتدخلي للجنة. ولا قلت لها ادخلي كيف اسمه، قلت لها تشوفي كيف اسمه، روحي للرياض ولا روحي وين، ادخلي كيف اسمه لوتوروت، خليك شما كان يصرفك كاش كامي ولا كاش طاكسي وانت دخلتي للجنة وخلاص. قالك تمسخر بيا انت يا بنت عمي، كيف كيف طيح عليك قري ولا يسقك كاميو سي لا ميم شوز، راح تموتي راح تموتي كيف كيف. انت مادامك حبيتي تموتي بلا قري طيح عليك، ايبا روحي تضرب طوموبيل ولا تصوتي من فوق ولا هذه هي موتي تم وخلاص. دونك الناس يعني باش نقول لكم ما عندهمش مخ يخموا به، وما يقولكش كيفاش انت الحج هذا غير علينا احنا برك العرب وهذو المسلمين برك، وعلاه الاخرين ما كانش؟ علاه الاخرين ما يجيوش يحجوا؟ علاه الكريتيان ما يجيوش يحجوا؟ علاه لي جويف ما يجيوش يحجوا؟ على كون جات يديرها ربي الناس كل تجي، علاه غير احنا برك؟ بوركوا زعما احنا حبنا ربي، احنا زعما حبنا ربي نروحوا للسعوديه نمدوا لهم الدراهم ونهزوا الحجر نضربوا بهم هذاك الحيط هذاك وندخلوا للجنه، والاخرين اللي قاعدين يديروا في الخير للناس وتعيطوا لهم نتوما الكفار، اليوم تروحوا لاوروب تلقاو الكفار اللي تحكيو عليهم نتوما ينحيو لهم من لي زامبو نتاعهم باش يداويو المسلمين وباش يمدوا المسلمين ياكلوا اللي ما يخدموش، وباش يمدوا للمسلمين كما قال واحد يديو ولادهم فاكونس، هذو كل ربي يبعثهم للنار هكذا. هذه هي علاش باسكو ما قالوش اشهدوا لا اله الا الله، ها لو كان قالوا كانوا يدخلوا للجنه، كي عاد ما قالوش ربي كتب لهم كل النار. وحنا برك ها حنا اللي قلنا اشهدوا لا اله الا الله حنا ندخلوا للجنه هكذا بلا ما نديروا والو، بلا ما بلا ما نعاونوا الناس، بلا ما نديروا حتى حاجه، نصليو وقال اشهدوا لا اله الا الله ونروحوا لمكه ونجيو داخلين حنا الجنه دارها لنا ربي لينا حنا. سي دو نيمبورت كوا والله غير سي دو نيمبورت كوا، والله يا الناس غير سي دو نيمبورت كوا. انا نقول لكم يا جزائريين صورتكم هذو احكموهم لكم، كلوهم اشربوا بهم حوسوا بهم ازهوا بهم، ولا صدقوا على الناس اللي ما عندهمش، روحوا للناس مساكن هذوك اللي ما عندهمش يشفوا في كل بلاصه كاينين، فرحوهم شريوا لهم الادوات نتاع المدرسه، شريوا لهم اللبسات اللي يشكيو بها، كريو لهم يروحوا يدربوا على الشتاء مساكن، اعطيو لهم يروحوا يديروا بهم دي زوبيراسيون يمنعوا رواحهم الموت. خير لكم ما تضربوا دوره تعطيوهم للامريكان وتعطيوهم لاسرائيل في جيب العربيه السعوديه. انا نقول لكم وذو براسكم، اللي يحب يسمع هذا اللي احنا قلنا له، اللي يحب كيما قال واحد ما يسمعش يقفل عينيه ويقفل ودنيه وقال لك اخويا انا قالوا ندير نو مسيو، لازمك تخمم، لازمك تحل مخك وتقول كيفاش هذا. حتى نروح ندي صور ديالنا للرب العربيه السعوديه يروحوا يشريوا لي بها رونالدو ما نعرف قداه المليار ولا قداه منا، يشريوا لي بها انايا هذاك جوار بريزيليا هذاك حاطين له فيلا و50 طوموبيل تسنى فيه بالشوفر نتاعهم بكل بصوردي انا، هذا هو الحج، هذا هو اللي ربي يدخلني عليه الجنه. جو نو بونس با، جو نو بونس با، والله جو نو بونس با، ما كاينش منها. شوفوا روحوا ديروا حساب اللي جوار اللي يدوهم يلعبوا في العربيه السعوديه، ديروا من الحساب قداش، فوزالي فواغ، فوزالي فواغ باللي راه واحد ما يقبل هذا الشيء هذا، واحد ما يقبل. كيفاش تخلي خوك يموت بالشر وتروح تضرب الحيط وربي يدخلك للجنه؟ اتوتالر ان شاء الله، اتوتالر.